السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شتي كلاس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم. अगर मीम साकिन के बाद हमजा आ जाए तो वहां मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे. इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. دوبارہ دیکھیے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا. حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے, اس لیے مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصل. صاد کو پر کیجئے. لام کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں.
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دوبارہ دیکھیں. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. دیکھیے وَإِذَا أُنزِلَ السُّورَةِ وَإِذَا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے اس لیے مد منفصل کا قاعدہ ہوگا اور اِذَا کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے اس لیے غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. سورۃ تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غنہ کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. منہم یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اس لیے بغیر غنے کے پڑھیں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. على قلوبهم ميم ساکن کے بعد اگر فا جائے تو وہاں اظہار شفی ہوگا اور فا ميم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. دیکھیں دوبارہ. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك الفوز العظيم. यहाँ तक इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए.